من ضمن الأسئلة كنت عاوز أعرف مرتب المستشفيات زي السعودي الألماني والمستشفيات الخاصة القمة بتدي مرتب صيدلي في حدود كام؟ الحقيقة ممكن تصل إلى 7 أو 8 أو 9 آلاف ريال في السعودية على حسب حاجات كتير، السنين والخبرة وهكذا، ولكن بيلعبوا في هذا الرينج بالنسبة للصيادلة. ممكن تزيد شوية ممكن تقل شوية، لكن بتلعب في هذا الرينج. عادة العمل في كصيدلي ممكن انه يختلف شوية من صيدلية الى مستشفى، لكن الاختلافات ليست كثيرة لان حضرتك بتشتغل داخل الصيدلية في المستشفى، فيجب انك تضع ده في الحسبان وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله. عملنا فيديوهات كتيرة بخصوص الصيدلة، فرص العمل، فرص الخليج، كل ما يتعلق بالانترفيوهات في ليمون والنادي والى اخره من سلاسل الصيدليات في الخليج، فضع ده في الاعتبار وربنا يوفقك ويكتب كل خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.